إذا نبدأ قصيرة عن ضيف الليلة الداعية الشيخ حمزة يوسف هانسن ولد الشيخ حمزة في عام 1958 باسم مارك هانسن في واشنطن باحث ومحاضر أمريكي في التاريخ في جامعة القرويين بفاس بالمغرب مؤسس أكاديمية الزيتونة في الولايات المتحدة ولها فروع في ستة مدن أمريكية كما أنه يحاضر في معهد الزيتونة ويعتبر الشيخ حمزة يوسف احد اهم الدارسين والدعاه المسلمين في امريكا والعالم الغربي بشكل عام وله نشاط ملحوظ وشعبيه كبيره في الولايات المتحده الامريكيه باعتباره رمزا يربط الاسلام بالغرب ترجم العديد من المؤلفات الاسلاميه الى اللغه الانجليزيه اهلا بك مره جديده شيخ حمزه يعني اود ان اسالك بدايه يعني اهتمام الناس بك بهذا الشكل نعم. بوصفك رابطا ما بين الدين الاسلامي والعالم العربي وما بين الغرب هل هو بالاساس لانك امريكي ام لانك مسلم والله لا لا ادري هذا هذا امر انا يخفى علي انا الله سبحانه وتعالى اكرمني بالاسلام وتعلمت العربيه ودرست في العالم الاسلامي ولما رجعت آه، الحمد لله الناس آه قبلوا كلامي وبعضهم يعني اعتنوا بمحاضراتي وتأثروا فأنجزنا بعض الأشياء الحمد لله فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى نرجو ان يكون مقبولا عنده وان يكون النيه خالصه له اين كانت اكثر عفوا اين كانت اكثر البلدان التي شعرت بان كان هناك تجاوب تفاعل اكبر وفي اي فتره كان يعني الحمد لله انا انا اتيت هنا الى الامارات نحن في ابو ظبي وانا اتيت الى الامارات وانا شاب يافع وانا درست في العين وبعد ذلك ذهبت الى المغرب والجزائر وموريتانيا ودرست هناك ولما رجعت الى امريكا التحقت بالجامعه ودرست الدراسات الغربيه واكملت دراسات الدكتوراه في بيركلي واسسنا كليه يعني انتم قلتم معهد لكن هو الان كليه الزيتونه وفي طريق الاعتماد الان والحمد لله اشترينا اخيرا كليه نصرانيه افلست واشترينا موقع جميلا جدا للكليه فالحمد لله هذه الانجازات يعني بفضل الله طيب يعني حضرتك كداعية إسلامي في أمريكا أي نعم. هل ينظر إليك في أمريكا على أنك متطرف أو لديك أفكار دينية متطرفة؟ والله في أمريكا هناك جناح يميني متطرف فيعني الطرف هو الحد حد الشيء هو طرفه فدائما إذا واحد هو في الطرف ينظر إلى الوسطي يقول هذا متطرف من <applause> نظرته فهكذا هذا طبيعة الحال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس نالوا من عرضه صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك فلا أحد يسلم من من الطعان ومن المعادات فأنا الحمد لله يعني أعاد من قبل بعض اليمينيين لكن عموما الحمد لله الكلام مقبول يعني الـ الآن الحكومة خفت على المسلمين إلى حد ما يعني حكومة أوباما يعني خفت في نكتة عن أوباما تريد ها. تسمع تصدر. هذا الزبيدي في تاجر عروس يقول في, في, في مدى أريف باميم أوباما على وزن أسامة <applause> وكا ويقول وكان ابن وكان اوباما ابنا لغطفان هذه هذه قبيله مشهوره غطفان في الجزيره فيقول في وكان يقال له هذا الاسود هذا موجود في التاجر عروس, صحيح عروس صحيح نعم صحيح <applause> طيب انا يعني هذه يعني انت ومجموعه الدعاة المسلمين سواء كنتم هنا ام يعني مقيمون هناك في الغرب الى اي مدى نجحتم في يعني تغيير صوره الاسلام التي تعرضت لفتره من الفترات يعني الصوره يعني للاسف شوهت وكذلك للاسف بعض المسلمين شوهوا الاسلام كذلك يعني لا بد ان نعترف ان هناك مشاركه من قبل بعض المسلمين الذين اساءوا فهم الاسلام الاسلام يعني كما قال ابن قيم الجوزيه الاسلام كله رحمه فاذا انتقلت الى ضدها إذا انتقل الإسلام إلى ضدها فليس من الإسلام، والإسلام عدالة فإذا انتقلت إلى ظلم فليس من الإسلام، والإسلام مصلحة فإذا انتقل إلى ضدها فليس من الإسلام، وهكذا. فللاسف يعني الناس يسيئون الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرباء طوبى للغرباء قال من هم يا رسول الله الذين يصلحون سنتي بعد ما افسدها الناس الدليل في الحديث ان ممكن يعني الاسلام قد يفسد معنى الاسلام نعم, نعم. ولا بد من من اناس يقومون ويدافعون هذا يسموه عند العلماء رد الشبهات فنحن ان شاء الله نقوم بهذا الشيء بقدر امكاننا في امريكا وفي غيرها لان الاسلام بريء مما نسب إليه من من المساوي ومن الفساد ومن وأعمال المسلمين لا تدل على الإسلام تدل على أعمال المسلمين الإسلام شيء يعني لا بد أن ننظر إلى إذا ماذا يقول الإسلام لا ماذا يفعل المسلمون فللأسف الكثير من الناس ونحن السفراء كل مسلم سفير للإسلام السفارة أو أو أو, أو أحسن لكن كلنا هكذا السفراء، ف... صحيح؟ أي نعم. طيب هل تقومون بأنشطة دينية في الولايات المتحدة بشهر رمضان؟ نعم، ما في شك يعني المسلمون يصومون ونحن الحمد لله بدأنا الصيام مع الرؤية وصاموا المسلمون في أمريكا وعندنا عادات وتقاليد. جاليه مجلوبه من اراضي المسلمه حتى امر الدين يشرب في امريكا اذا كان من مصر ومنهم من يشرب القهوه والتمر وهناك عندنا مثلا انا اهلي مكسيكي امريكي ففي العيد هي تاتي بالبنياتا هذا شيء للاولاد يعني عند المكسيكان نعم لعبة ويخرج منها وهم يكسرونها فهكذا العادات يعني الاسلام هكذا ولا بد يعني حينما يتوطد الاسلام في امريكا العادات والتقاليد ستبرز شيئا فشيئا فنحن الان الحمد لله انا لابس الان لباس مغربي في امريكا انا لا البس لباس المغربي لماذا؟ انا درست في المغرب وانا في امريكا البس يعني العاده محكمه عند الاصوليين ويعني خالف تعرف انا لا احب يعني ان اساير يعني البس بالحشمه يعني لباس غربي يعني الحمد لله هل تعتقد ان يعني ارتداء المسلم او بشكل عام يعني من من يتبع دينا معينا للرداء الذي يتبع اله هو في العالم هو الاسلام ليس هناك لباس معين للمسلمين يعني م. ولكن الحشمه هي التي يعني لكل دين خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء فالانسان لابد ان يكون مستحيا في قلبه ويستحي فيكون يعني هكذا و, و, و فالمسلمون سواء الرجل او المراه يعني يلبسوا ما يناسب البلد والعادات والتقاليد، انا درست في المغرب واحب يعني لما اتي الى العالم الاسلامي كثيرا ما اتعمم والبس الثوب، كانت هناك مناسبه في هذه الليله في الجامع الكبير والقيت قصيده في شكري والتعبير عن شكري للبلد وللشيخ ماذا تقول هذه القصيدة؟ أنا قدت من ضمنها أنا أنا درست في العين فقدت تحية من أنزلته منك خيمة وقد حل في عينكم وتعلم لأن أنا هم هم أنزلوني هنا وأكرموني فبعجمته جاء ولكن بفضلكم قد صار بين العرب حقا مكرما فأنا قد هذا أعبر عن مشاعري ومحبتي لهذا الوطن أنا أنا أعتبر يعني الفضل علي من موريتانيا ومن من المغرب ومن الإمارات وكذلك من المملكة أنا درست في المدينة مدة فدائما أحس لكن الحمد لله أنا عندي مشايخ من كل الأقطار الإسلامية انا درست على اي شيوخ من 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 ليبيا من الجزائر انا عشت في الجزائر ودرست في الجزائر وحتى في امريكا استفدت من اساتذه هناك ف الله سبحانه وتعالى قال مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم أنا تعجب كيف الشيخ زايد مثلا أسس هذا المعهد وانا درست وتعلمت العربيه ثم ذهبت الى امريكا وانشر هذه العلوم التي استفدت من هنا فهكذا يتضاعف فضل الله سبحانه وتعالى حينما الانسان يبذل جهوده ونحن حقيقه كلنا الله سبحانه وتعالى اكرمنا من والدين انت تربيت في بيت <applause> وسبحان الله يعني ابوك يعني احسن اليك واعطاك اسما طيبا ولم يخنك يعني في في نسبك وهكذا هذا كله الانسان لازم يحس بالشكر لله سبحانه وتعالى خاصه في هذه الايام يعني لازم نشكر الله سبحانه وتعالى من صميم قلوبنا والعالم الاسلامي الان اشتعلت نيرانه يعني العالم الاسلامي الان في فتن ومشاكل والحروب وطلاح نحن نريد ان نهدي الامور وانا اظن ان هذا لا ياتي الا بالتوبة يعني نحن بيلح الحاجه الى التوبه وهذه الايام ايام توبه يعني نتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله أنا أقول لك حقيقة نحن نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لولا أن تتدارك يعني هذه الرحمة يعني هلكنا